إذا عدت بذاكرتك لمرحلة الطفولة وأنت تشاهد أفلام الكرتون، فبالطبع مرت عليك تلك المشاهد في مسلسل سبونج بوب وغامبول وغيرهم من أفلام الكرتون، ولكنك في وقتها لم تركز عليها كثيرا أو تفكر ماذا كان يقصدون منها، ولكنها في الحقيقة كانت موضوعة لمخاطبة عقلك الباطن لتبقى مخزنة بذاكرتك، حتى إذا رأيت مشاهد مماثلة في المستقبل بعد أن تكبر تظن أنها أمور طبيعية ومألوفة لك دون أن تعرف أين شاهدتها من قبل. فهذا يعتبر أخطر مخطط وضعته الماسونية، التي هي بالطبع المسيطرة على جميع شركات الإنتاج التي تقوم بعمل مسلسلات الكرتون وأفلام هوليوود وحتى الأفلام العربية والهندية. وهذا ليس كلامنا نحن، بل ستسمعه من منتج أفلام هوليوود الماسوني الصهيوني نفسه. فإذا ركزت قليلا سترى في معظم الأغاني الحالية والأفلام يقوم الفنانون بعمل إشارات ورموز للماسونية، وهي نفسها التي رأيتها في طفولتك فلم تعد تشعر بخطورتها لأنها أصبحت مشاهد مألوفة لك كما قلنا. ومن هنا يبدأ غرز وزرع أفكار الماسونيين الذين يدعون للابتعاد عن الدين والأخلاق واتباع الشهوات وتحويل الإنسان لمجرد آلة يدار كما يشاءون ويوافق على جميع الأمور التي يرفضها المجتمع دون معرفته لسبب موافقته عليها. فعلى مدار عشرات السنين وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت أفلام الكرتون هذه التي تروج للماسونية المدعومة، والتي إلى الآن الكثير منا لا يصدق بأنها موجودة وأنها المسيطرة على العالم. فأكيد أنك سمعت بعبارة مناعة القطيع، فدائما ما يصف الإعلام الغربي الإنسان على أنه مثل القطيع. فلو شاهدت الدول الأوروبية ترى أنها أصبحت دول وشعوب منتهية يتبعون فقط القانون الذي وضعه الماسونيين، بل ويدافعون عنه ويعتبرون كل شيء آخر على خطأ. فأصبحت الآن دول لا يوجد فيها زواج ولا يقومون بإنجاب الأطفال، ونسبة كبار السن أكبر بكثير من نسبة الشباب والأطفال. أي أنه من المتوقع انتهاء الدول الأوروبية أو الأوروبيين خلال 50 عام القادمة على الأكثر. فلم يبقى للماسونيين سوى الدول العربية والإسلامية المحميين أساسا بالإسلام، لذا تشاهد دائما الإعلام العربي المأجور يحاول تشويه صورة الإسلام أو إهانة الشيوخ ورجال الدين، حتى لا يبقى للمسلمين رموز دينية يحترمونها، بل ويصدر التافهون والرويبضة على أنهم مثقفون أو مفكرون، مع أنه طالب في الإعداد يفهم أكثر منهم، وذلك حتى يستطيعون السيطرة على عقولنا وجعلنا أكثر غباء بمتابعتهم، لأنهم موجودون للتقليل من عقولنا ووعينا وليس لرفع مستوى ثقافتنا، وذلك كما فعلوا مع الدول الغربية. ولكن كل هذا لن يحدث بإذن الله طالما أننا مسلمون ومتمسكون بديننا.